ايوه من هنا يبدا فارس وقت تقريبا. لحظه، هذا كل فارس يغني فيه. ايوه هذا هي تو ذكرته، هذا كل جزء من فارس. عزيز طبعا هو منافس في المسابقه لينا وكل شيء، اما في نهايه المطاف هو اخويا، ونعرف ان هو اذا محتاج حاجه انا باش نساعده، واذا انا محتاج حاجه باش يساعدنا. ما عنده خبره في هذا المجال يساعدنا انه الاغنيه ان شاء الله تطلع بافضل حله. الاغنيه تبدا من الاول هكا صحيح ولا؟ ايوه هكا تعرفوا. هذه الانترو. ممكن نبطئوها شويه اكثر زين؟ لا لا لا. I don't think so. No no no. أنا نسمعك كيفاش كي تحب تبدا. هذه من هنا تبدأ. إذا نجم نبدأ الأغنية من هنا. أوكي من عينيا. يشرفني إني نتعامل معاهم، خصوصي إنهم هم مختلفين يعني المشتركين الكل. يعني فما حاجة جديدة باش نتعلمها من عندهم، وفما حاجة جديدة هم باش يتعلموها من عندي أنا. كتبت كلمات سعودي إيرلاينز؟ بديت فيها ولكن ما خلصتش يعني. عشان الجمعة اللي فاتت كانت كلها ستريس. أنا الجمعة اللي فاتت ما كنت معكم بس أنا كتبت. كتبت؟ كلها جامد. بقول لك بيبقوا بنتي بيشتغلوا من ورانا دول. اه انه انا كنت ساخن كل الجمعه وما كنت قادر اقوم من الفرشه وكتبت. انت ليش ما كتبتي؟ ما تخافش يا فيدي، انا حكتب الاغنيه وحتكون احسن اغنيه. دايما بنشوف قدام. ايوه تتعيشوا احلى ايام. الله انت عارف انا كتبت ايه؟ شو حبيت ما خدت الطياره مريحه وانا سفري زي الريح. انا اغنيتي تقريبا بقت جاهزه، كتبتها في وقت بسيط جدا وعملتها في وقت بسيط. لو ما اختاروهاش هتكون الغلطه الكبيره. غنيها باللحن. مين؟ غنيها باللحن. بعد ما لحنتها. بعد ما لحنتها في اللحن. كتبتها انا. انا هلا كتبت كلمات بس بعد ما كثير ركب اللحن على الكلمات. لسه الدنيا بخير. أول الناس تركب الطيارة وتغمض عيونها توصل للرحلة يقوم المضيف ويلا تفضل. أنا مضطرة انسحب على جنب صح؟ لأنه كده قدرنا